مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج ملفات، تعتبر اللقاحات انجازا مهما في المجال الطبي لما توافره من حمايه شخصيه لمتلقي التطعيم ومنع العدوى وانتشار الامراض. لذا تواصل مصر جهودها نحو تنفيذي مشروعي مدينه اللقاحات والبايو تكنولوجي ومصنع انتاج الضمادات الطبيه الحديثه على مشارف مدينه الاسماعيليه وعلى مساحه 37 فدان، وذلك عبر شراكات عالمية متعددة، ليكون المشروعان بعد اكتمالهما بمثابة صرحا صناعيا طبيا مصريا بمواصفات وتقنيات عالمية حديثة. وتعد مدينة اللقاحات من المشروعات الاستراتيجية باعتبارها أمن قومي صحي للمواطن المصري، حيث تعمل على توطين صناعة اللقاحات في مصر ونقل أحدث التكنولوجيا المطبقة عالميا. كما تعمل المدينة الجديدة على إنتاج لقاحات ذات كفاءة عالية لعدد من جوانح الأمراض المعدية في الحيوانات والطيور، وذلك في مصر وكذلك في 20 دولة أخرى حول العالم. وفي هذا الإطار أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتنفيذ مدينة اللقاحات وأهميتها في مجال الصحة العامة للمواطنين وتوطين اللقاحات البشرية والبيطرية في مصر لتأمين الحاضر والمستقبل. حول هذا الموضوع بدور حلقتنا النهارده من برنامج ملفات مع ضيفي في الاستوديو الدكتور سعد عامر، عضو الجمعيات المصريه لمكافحه العدوى والمتخصص في الشؤون الصحيه. نورنا دكتور. اهلا بك يا ابي. خلينا في البدايه نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الملف الهام في مساله انتاج اللقاحات واهميه هذه اللقاحات وانتاجها داخل مصر بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. بهدف تشجيع الصناعة وتحفيز المناخ الاستثماري المحلي والأجنبي لدعم الاقتصاد المصري، يتواصل العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات والبايوتكنولوجي وشركة إنتاج الضمادات الطبية الحديثة على مساحة 37 فدانا بمدينة الإسماعيلية وبشراكات عالمية متعددة، ليكونا صرحا صناعيا طبيا مصريا بمواصفات وتقنيات تكنولوجية عالمية حديثة. تعد مدينة اللقاحات والبايوتكنولوجي ومشروع شركة إنتاج الضمادات الطبية الحديثة من المشروعات الاستراتيجية القومية والبيولوجية باعتبارهما أمنا قوميا صحيا للمواطن، حيث يعمل المشروعان على توطين صناعة اللقاحات البشرية والبيطرية على حد سواء بأحدث التكنولوجيا المطبقة عالميا. تتضمن خطة تنفيذ المشروعين جعل المدينة الطبية مدينة ذكية خضراء تعتمد في إدارتها على الحوكمة وسرعة اتخاذ القرار، وتسعى الحكومة لإنتاج لقاحات ذات كفاءة عالية لعدد من جوائح الأمراض المعدية في الحيوانات والطيور في مصر وعشرين دولة أخرى. تكمن أهمية توطين صناعة اللقاحات في تأمين الحاضر والمستقبل من خلال أحدث التكنولوجيا في هذا المجال، وهو ما يعزز من قدراتنا المحلية في إنتاج اللقاحات. جدير بالذكر أن مصر قد خطت خطوات سريعة لتكون مركزا عالميا لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأبرمت مصر شراكة مع الصين لتصنيع لقاح ساينوفاك فاكسيرا، حيث تم إنشاء مصنع متطور وتم إنتاج 31 مليون جرعة، واستطاعت الدولة إدخال أفضل تكنولوجيا لتصنيع اللقاحات المتطورة ضمن 6 دول على مستوى العالم حتى تستطيع إنتاج حاجتها من اللقاح والعمل على تصدير اللقاح للدول. بدأ علماء مصر في البحث عن إيجاد وابتكار لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا، ونجح علماء المركز القومي للبحوث في التوصل إلى لقاح كوفي، وابتكر علماء بمركز بحوث الأمصال بوزارة الزراعة لقاحا جديدا باسم إيجيفاكس، ودخل مرحلة التجارب السريرية عليه تمهيدا لبدء إنتاج اللقاح داخل مصر. يمثل هذا اللقاح تطورا شديد الأهمية لمدى نجاح التجربة المصرية ضد كورونا من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية والمنظمات الدولية، فضلا عن أنه يأتي تتويجا لجهود عدد من العلماء والباحثين المصريين تجاه أزمة كورونا من مختلف الجهات المعنية.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي في الاستوديو الدكتور سعد عامر، عضو الجمعيه المصريه لمكافحه العدوى والمتخصص في الشؤون الصحيه. خليني قبل ما ابدا الحديث عن يعني هاتان المدينتان الجديدتان في مجال الطب في مصر، ابدا من يعني من فتره يعني مش بعيده او قريبه قوي، هي تجربه مصر بدايه في القضاء على فيروس سي، لان هذه التجربه يجب ان يعني نتوقف عندها كثيرا. ما فيش بيت، ما فيش شارع، ما فيش جار، ما فيش قريب ما كانش مصاب بهذا المرض، الى ان تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الملف وتم القضاء بشكل كبير، مش عايز اقول بشكل نهائي ولكن بشكل كبير، في تجربه عالميه وتجربه اقليميه هامه جدا. بدايه، كيف ترى تجربه القضاء على فيروس سي في مصر؟ بدايه تحيه لحضرتك يا بيه، وتحيه لمشاهدينك الكرام. طبعا مصر قامت بدور كبير جدا كدوله. الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في العديد من المشاكل الصحية. تم مواجهة المشاكل الصحية بمبادرات عاجلة من السيد الرئيس، تقريبا امتدت لحوالي 16 مبادرة. زي ما حضرتك ما بتقول، أنا من وجهة نظري أنا كمان إن مبادرة القضاء على فيروس سي دي كانت الأهم على الإطلاق. طبعا كان مرض منتشر جدا من عشر سنين ومن 20 سنه، اكيد حضرتك تعلم وعندك معلومات، ولينا قرايب ولينا ناس شفنا حالات كتير جدا في كل مكان. طبعا كان في تقريبا بيتم 150 الف اصابه في مصر كل سنه، كل سنه 150 الف اصابه. غير بقى مساله العدوى نتيجه الاصابات دي كان بيتعالج بالادويه العاديه، كان بيتعالج حوالي 50% منها، و50% كان بيدخل في الكومبليكيشنز بقى في الغيبوبه ويدخل في لغايه الوفاه. تقريبا كان نسب الوفاه في مصر سنويا لا تقل عن 75 الف مريض من مرضى فيروس سي. لما جه السيد الرئيس في 2014 حط ده مشروع قومي بالنسبه له، وبدا ومن حسن الطالع ان كان ظهر علاج جديد لفيروس سي. الدوله ما بخلتش، استوردت وبدات التصنيع المحلي، وتم علاج اكتر من 2.2 مليون مواطن مصري من فيروس سي. ابشر حضرتك والساده المشاهدين ان منظمه الصحه العالميه WHO في 2020 اعلنت خلو مصر من فيروس سي الوبائي، وده نجاح كبير جدا. نجاح كبير، وبصراحة أنا ما أقدرش أتكلم على ملف الصحة في مصر إلا ما أتوقف على محطات مهمة في هذا الملف، في بداية من فيروس سي اللي كان يعني أنا شخصيا ليا ناس أصحابي توفوا فيه وكانوا شباب، يعني ربنا يتولاهم برحمته يا رب. فمحطات كده بعد كده 100 مليون صحة طبعا، ومسألة العيادات المتنقلة اللي طبعًا كانت في المراكز وفي الكفور وفي النجوع، بتشوف الضغط وبتشوف السكر وبتشوف الأمراض المستعصية. طيب أقول لحضرتك إن 100 مليون صحة كانت بمثابة استشراف للمستقبل. حضرتك هتقول لي ازاي؟ كورونا بعد ما كده طبعا طبعا دي كشفت عن حوالي 53 مليون مصري. تم اكتشاف 3 مليون حالة من مرضى الأمراض غير السارية، ضغط وسكر واعتلال كلوي، دول ما كانوش يعرفوا ان هم مرضى، اللي هي بتبقى يعني ما لهاش اعراض الا في يعني الناس، لان احنا انت عارف حضرتك احنا ما بنعملش تشيك اب، ما عندناش ثقافه التشيك اب كشعب مصري. تمام. فجت حمله 100 مليون صحه في 2018، وسبحان الله جت كورونا في اواخر كوفيد 19 في اواخر 2019. فكان طبعا الحرص كبير جدا، اللي عرف نفسه طبعا واللي تم الكشف عنه انه صاحب مرض مزمن، لان حضرتك تعرف ان الكورونا بتصيب اكتر اصحاب المرض المزمنه، بيبقى منعتهم اقل، زي كبار السن، زي في اعمار معينه بتبقى عرضه للاصابه والاصابه فيها بتبقى اخطر. فطبعا لما الناس عرفت وتم الكشف عنها، ده كان استشراف زي ما بقول لحضرتك دي. وبعتبر ان نجاح الدوله في معركه، انا بسميها معركه كورونا، نجاح الدوله في معركه كورونا كان نجاح كبير جدا، وكنا من الدول السباقين في العالم. يعني احنا شفنا طبعا كوارث في دول متقدمه جدا، ايطاليا والمانيا، انهارت المنظومه الصحيه في ايطاليا، في المانيا، في بريطانيا، دول متقدمه جدا انهارت المنظومه الصحيه وما قدرتش تواجه كورونا. الدوله المصريه نجحت، السيد الرئيس كان على وعي كامل من اول لحظه، اعلن تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحه كورونا، تم تخصيص مستشفيات عزل، تم طبعا الاطباء المصريين مش هننكر
جهود الاطباء المصريين طبعا الجيش الابيض وتحياته الكبيره، وعملوا حاجه ما كانتش موجوده في العالم، بروتوكول علاج كورونا. ده اختراع الاطباء المصريين من الادويه البسيطه الموجوده في الصيدليه والمضادات الحيويه، تقويه المناعه ومواجهه الفيروس وحسنت كتير جدا من وضع المصريين في فيروس كورونا. طبعا دي محطات مهمه بقى، واللي قامت بالدوله المصريه والجيش الابيض والتضحيات اللي تقدموها خلال كورونا، يعني ربنا بقى يزيح عننا كورونا دي، لان برضه بيقول لك لسه موجوده لحد دلوقتي. لكن خلينا نتكلم ان الدوله المصريه تنبهت لهذا الملف الصحي في امور كثيره جدا، ولكن خلينا نستعرض جزء من هذه الامور. كنت بكلم مع حضرتك اثناء التقرير على المدينه الطبيه في اسماعيليه، لا قبل المدينة الطبية في الإسماعيلية، مدينة الدواء عفوا. وقلت لحضرتك هل مدينة الدواء اللي تم افتتاحها في الخنكة لها علاقة ما بينها وما بين المدينة الطبية في الإسماعيلية؟ طبعا ده كله طبعا مجال الصحة ومجال الرعاية الصحية لا ينفصل عن إنتاج الدواء. مصر من الدول الكبيره جدا في انتاج الادويه المصريه، مع بعض السلبيات اللي احب اشير عليها علشان يبقى اكيد بلدنا يبقى الملف ده متكامل. تمام. طبعا تم التنبه الجيد لخطوره واهميه الدواء المصري، وده من زمان، احنا عندنا تراث في صناعه الدواء المصري. بس عندنا مشكله طبعا ان احنا بنعتمد بنسبه 85% على استيراد الماده الخام. فده شيء استراتيجي، السيد الرئيس تنبه لده. تم اقرار قانون 151 سنه 2019 بانشاء هيئه الدواء المصريه. الهيئه بتختص بكل ما يختص بشؤون الدواء. بدات تشتغل شغل استراتيجي، ولكن انا بتمنى المزيد في القطاع ده، وقدمت مشروعات وخدت اعتماد هيئه الصحه العالميه كهيئه دوليه، يعني هيئه الدواء المصري هيئه معتمده عالميا. خليني دكتور حضرتك نتكلم في جزئيه هامه جدا. اولا خلينا نبقى واضحين قوي، يعني الدواء المصري له مكانه عالميه جدا، واحنا لنا اصدقائنا في الخارج حتى وفي دول الخليج بيطلبوا مننا دواء مصر على طول يعني، ونبعته لهم يعني، وفي ناس بتاخده وحتى بتتاجر فيه بره يعني، وده طبعا شيء مش كويس، لان الدواء بشكل او باخر في عليه دعم هنا في مصر واسعاره معقوله جدا. يعني اتكلم على مساله الماده الخام والماده الفعاله، ايه دور المراكز البحثيه؟ او هل هناك مشكله ان احنا مش عايز اقول نغطي مساله الماده الفعاله دي، ولكن نقلل، لو كنا بنستورد 50% 60% 70% نبدا بخطه كده 10 20 30 الى ان نحقق الاكتفاء الذاتي بعد فتره معلومه. يعني المراكز البحثيه خاصه ان احنا عندنا مساله الاعشاب الطبيه وعندنا الامور دي متوفره بشكل كبير سواء في سيناء او في العريش او في حتت اخرى. طبعا البدايه كانت من مدينه الدواء. مدينه الدواء بتنتج حوالي 150 دواء استراتيجي، ده الادويه الاساسي، الادويه الاساسيه الموجوده على في 150 دواء دول بتغطي قد ايه تقريبا؟ ما سابتش حاجه، ما ده النموذج. بتصنع الماده الخام. طب تمام، ده النموذج اللي انا عايز بقى احنا كدوله مصريه. ما هو الرئيس مش هيمشي كل الملفات الرئيس يبنى عليه بقى. ايوه، بيدي نموذج وبيبدا فيه. فهيئه الدواء المصريه لازم تكمل. زي ما بقول لحضرتك انا عندي 85% من الماده الخام، رغم ان انا دوله زي مصر عندي صحراء، عندي ارض ممكن ابدا ازرع، وكان عندنا تاريخ في زراعه النباتات الطبيه والاستخلاص، عندنا كم من العلماء والدارسين والباحثين. احنا مصر في مجال الدواء ده كليه الزراعه محتله الدق كلها يعني كل مراكزها، كليات الصيدله. احنا النهارده تقريبا السوق للعمل العربي والدولي بيتغذى من مصر ومن النماذج المصريه تكيد. والعلماء المصريين تكيد. فعندنا ما ينقصناش حاجه، ينقصنا بس الاراده في الجزء ده، واعتقد سيادة الرئيس عمل بدا في الجزء ده. فعايزين ندعم ده ونشتغل على ده، لان احنا هنستفيد كتير قوي. اولا بالتأكيد. مش هنحس بالعجز في اوقات الازمات، نتكلم في صحه الانسان واهميه ان يبقى زيها زي الاكل زي الشرب، ان يكون زي ما ده طول الوقت وزير التموين يطلع يقول عندنا مخزون استراتيجي من القمح لمده 8 اشهر او 6 اشهر او سنه. احنا بنتكلم في دواء، يجب ان يكون الدواء مصري خالص من اي تو زد. تمام. ده احنا ان شاء الله ماشيين ورايحين للطريق ده. بس محتاجين طبعا مراكز البحوث تتحرك، محتاجين الاهتمام اكتر بالبحث العلمي تأكيد. محتاجين يعني حضرتك احنا الدواء المصري، يعني عايز اقول لحضرتك حجم الدواء المصري حجم اقتصاديات مش قليل. الدواء المصري تقريبا سوق الدواء في مصر بيشتغل براس مال حوالي 400 مليار جنيه.
انتاج الدواء في مصر حوالي 150 مليار جنيه انتاج سنوي. طيب مصر ليها مكانه عالميا، مصر ليها مكانه كويسه جدا أكيد. احنا بنتكلم النهارده ان احنا الدوله رقم 29 عالميا. ان شاء الله في الخطه هيئه الدواء حطها ان احنا في 2024 هنبقى رقم 24، ان شاء الله 2030 هنكون من ال 20 دوله الاوائل في الانتاج. ده ده, ده 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 تقدم كبير قوي لما نشوف الدول. في دول طبعا متقدمه في مجال الدواء، وتشوف خريطه العالم لما نبقى 20 او 29 حتى حاليا، ده مش شيء سهل. دكتور خليني اتكلم بقى، نخش في موضوعنا اللقاح والمصل والمصل واللقاح. يمكن كلنا عارفين اللقاح هو اللقاح كده بيقولوا عليه كده. ليه تجربة مصرية مع كورونا طبعا، ان الدولة المصرية انتجت اللقاح مع بالشراكة مع دولة الصين، وحتى مصر تولت مسألة توزيع هذا اللقاح على قارة افريقيا. هل دي البداية لانتاج فعلي من اللقاح خاص بوباء معين، ولا كان في تجارب مصرية قبل كده؟ طبعا في عندنا هيئة المصل واللقاح هيئة قديمة، وعندنا شركة فاكسيرا شركة قطاع أعمال، شركة قديمة بتعمل شغل وبتعمل عمل، ولكن ده المشروع ده بيهدف لحاجة، توطين الصناعة. أنا النهاردة بصنع جزء وبستورد جزء. لا الدولة قالت لا، احنا عندنا القدرة ان احنا نصنع كل احتياجاتنا، مش بس كده ده احنا ممكن نصدر لعشرين دولة أفريقية ودولة من دول الشرق المتوسط. فطبعا ده تقدم كبير، وده كمان هنربط سوق الدواء بالاقتصاد. ده جانب مهم جدا للاقتصاد. احنا بنعاني من احنا ايه مشكله مصر؟ ان في نقص في ميزان المدفوعات. ما انا النهارده بستورد خامات، بستورد ادويه، بستورد اجهزه طبيه بحوالي 5 مليار دولار، وانا عندي سوق قوي جدا. لو انا عضضت السوق ده وقويته، انا هستغنى عن هوفر الخمسة مليار دولار. بالعكس انا بصدر بحوالي 700 مليون دولار، انا ممكن ازود ده. عندنا فرص استثمارية ان احنا نزود التصدير بنسبة 10 اضعاف. لان في دول، معلش، في دول اقل مننا دون داعي لذكر الاسماء بتصدر اكتر من كده. دول في المنطقة بتصدر اكتر من كده رغم جودة الدواء المصري وقدرته على المنافسة في السعر وفي الاداء، لان انت عندك عمالة متوفرة وعمالة، وعندك عمالة مدربة، وعندك تاريخ قديم بقى طبعا في عندنا الدواء. عندنا تاريخ، وعندنا شركات قطاع اعمال من الخمسينات ومن الستينات. بالتأكيد. فطبعا عندنا تاريخ، فلازم نستثمر ده وينعكس، يبقى باب من ابواب النمو الاقتصادي. تمام. اللقاح والمصل، ايه اللقاح وايه المصل؟ اللقاح والمصل، احنا لو هنعمل جدول عشان نفرق ما بين اللقاح ده يعني ده مستحضر بيتعمل من الميكروب نفسه، سواء مضاعف او معدوم الفعاليه او من البروتينات اللي موجوده على الاسطح بتاعته. وده تقريبا هو زي لقاح كورونا كده. ده بيعمل ايه؟ لما بيتاخد اللقاح بيشتغل في الجسم في خلال فتره من 7 ل 14 يوم، بيكون الانتي بوديز، الاجسام المضاده، عشان تتعرف على الميكروب او الفيروس لو جه اصاب الجسم. يبقى انا عندي خبره، الجسم عنده خبره وخد تاريخ قبل كده ان هو تعرف على الفيروس او الميكروب واشتغل عليه وطلع انتي بوديز، لان هو كده هتبقى موجوده وعنده تاريخ فيها. اما المصل فانا باخد الانتي بوديز جاهزه. الانتي بوديز من البلازما، تفصل من البلازما او بلازما الدم، من بلازما الدم او من الحيوانات نفسها زي العقارب، زي التعابين، زي الحاجات اللي ممكن السامه. فبيتاخد من البلازما بتاعتها، الترياق يعني، الترياق بتاعها. الفرق الثاني ما بينهم ان اللقاح وقائي اكتر. زي كورونا وقائي، بيشتغل وقائيا اكتر. المصل في كتير من الاحيان بيبقى علاجي، زي التيتانوس، زي يعني تعرضت لحاجه فتاخد مصل، تاخد مصل. لقاح تاخده عشان الحمايه طبعا كم. وفي تاريخ من اللقاحات كبير جدا يعني. برضو مساله البايوتكنولوجي، يعني ايه بايوتكنولوجي؟ احنا هنا بنتكلم على مصنع البايوتكنولوجي في مدينة الإسماعيلية. طبعا دي الصناعات الحيوية اللي بتعتمد فيها صناعة، بتعتمد عليها صناعة الأنسولين، صناعة الهيومن ألبومين. طبعا عارفين طبعا معاناة مرضى الكبد، وكانت الحقنة بكام وبقت بكام. فطبعا ما كانش عندنا التكنولوجيا ده. مصر بدأت تنقل التكنولوجيا ده وتشتغل عليه، وصناعة الأنسولين البشري، وده بيتم من خلايا ميكروبية في الأساس. بيشتغل، بتتغذى بجين معين، بيبدا ينتج الانسولين ده عباره عن بروتين، مش معجزه. ولكن هو لما بنفكر وناخد الفرصه والدوله
بتدي الفرصة والدولة بتسمح بده وبتكون عندها إرادة، فمفيش حاجة بتغيب عن العلماء المصريين وعن الكفاءات المصرية يعني. تمام دكتور، حضرتك اتكلمت على مسألة الجدوى الاقتصادية لتوفير مثل هذه اللقاحات. خلينا نتكلم كده بالأرقام، يعني احنا كنا بنستورد لقاحات بقد ايه وممكن نوفر للدولة المصرية قد ايه، ولو عملنا ما يمكن ان يطلق عليه توطين الصناعه. خلينا نتكلم على توطين الصناعه، ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث كثيرا على مساله توطين الصناعه. توطين الصناعه لها شقين، اما قيمه مضافه بمعنى ماده خام فاحنا نضيف عليها او نزيد المنتج الوطني او المحلي عليها، فبدل ما تبقى المنتج مثلا 20% محلي او 30% محلي، لا يبقى 50 يبقى 60 يبقى 70 يبقى 80، نعظم المنتج المحلي فيها. او انها تبقى تكنولوجيا، لان احنا للاسف ما بننتجش سلع راسماليه يعني، عندنا ما بننتجش مخرطه لكن ممكن ننتج اجزاء منها يعني. كلام كده تمام. خلينا بقى اتكلم على لقاحات. اللقاحات ممكن اقتصاديا يعني نوفر قد ايه، وهل احنا بنصدر لقاحات، ومساله توطين التكنولوجيا دي؟ طبعا هذا الغرض من المدينه الطبيه لتوطين صناعه اللقاحات والبايوتكنولوجي، ده الغرض منه، ان توطين الصناعه يعني انا مش هحتاج من بره، انا بعمل جزء وبستورد جزء. مثلا بالارقام انا بستورد مثلا لقاحات بحوالي مليار دولار كل سنه. انا ممكن طبعا في المشروع ده هوفر ده وهصدر، هقدر اصدر. زي ما بقول لحضرتك ان السوق الدواء المصري بصفه عامه قادر انه يعمل ارقام في خلال سنتين وثلاثه واربعه يوصل 5 مليار دولار و10 مليار دولار تصدير. يعني احنا عندنا القدره على ده. فنتمنى ان شاء الله بتكون خطوه، وخطوه كبيره جدا من الدوله المصريه للاتجاه السليم، ويكون ده فعلا زي ما احنا عارفين كلنا اتجاه الجمهوريه الجديده بيكون على كل القطاعات، وطبعا من اهم القطاعات قطاع الرعايه الصحيه والانتاج الادويه. طبعا بالتاكيد اهم القطاعات الرعايه الصحيه وانتاج الادويه، لان انت كل ما بتبقى يعني زي ما يقول ايه عندك مخزون صحي، وهنا اتحدث عن مخزون صحي، عندك مستشفيات، عندك طاقم طبي وطبعا له كل التقدير، عندك بقى الوسائل بقى اللي هي بقى اللقاحات، العلاجات، الضمادات، الحاجات اللي هي بتاع المجال الصحي، خاصة ان الدولة المصرية داخلة في اتجاه التأمين الصحي، يعني التأمين الصحي لكل المواطنين طبقا لدستور 2014. واقول ان في محافظات تم فيها مسألة التأمين الصحي زي محافظات القناة اللي يعني اتخذت كتجربة، يعني 5 محافظات من محافظات القناة. هنتكلم عن تجربة التأمين الصحي بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. ممتاز التجربة. انطلاقا من حرص القيادة السياسية على توطين صناعة اللقاحات وجعلها مصرية بنسبة 100%، تعمل الحكومة على تنفيذ مدينة طبية لتصنيع لقاحات الأمراض المعدية محليا في مصر، والعمل أيضا على ضمان الأمن القومي الصحي لعموم المصريين وتصديرها لـ20 دولة أخرى. طبعا سعت الدولة في الفترة الأخيرة بإنشاء مصانع من لتصنيع اللقاحات داخل مصر وتقليل حجم الاستيراد من اللقاحات. ده فرق مع الدولة أولا في تحجيم حجم الأمراض اللي موجودة، وده فرق في تقليل حجم الاستيراد من اللقاحات من الخارج، وطبعا تقليل سعر الدولار في وقت إن احنا محتاجين نقلل الاستيراد من الخارج. احنا عندنا موجود عندنا في العجوزة مجمع فاكسيرا لانتاج اللقاحات، وابتدينا نبتدي في المجمع 6 اكتوبر انتاج لقاحات. احنا ابتدينا مدينة الدواء نغطي اكتر من 75% من انتاج الدواء داخل مصر، وده نسبة عالية جدا مش موجودة في الشرق الاوسط كله، فده بيغطي نسبة الدواء الموجودة في مصر اكتر من 75%، وده يفرق معانا في تقديم خدمة صحية للمريض، ان المريض عندنا ميبقاش يدور على دواء في دواء ناقص يكون المريض محتاجه في اي وقت، فده يفرق في حجم انتاج الدواء داخل مصر. اللقاح عشان بس ما نخافش من اي حاجه، هو يا اما جزء من الميكروب نفسه البروتين او الماده الوراثيه اللي جواه، او هو نفسه الميكروب بيكون مضاعف يدخل جسم الانسان ينشط الجهاز المناعي، عشان لو دخل مره ثانيه يبدا الجهاز المناعي يتعامل معاه، فما فيش اي خوف منه.
طبعا خطة كويسة جدا من أول مبادرة 100 مليون صحة اللي بدأت، ومبادرة فيروس سي، ومعظم اللي في اللي هو الكوفيد دلوقتي تاني، ولو في أي بؤرة لأي ميكروب بيطلع مثلا تيفويد في مكان أو شلل الأطفال، كان في حملة لسه من فترة قعدت أكتر من 7 أيام، تصنيع الدواء محليا، جهد مبذول كويس. وبخطوات سريعة استطاعت الدولة إدخال أفضل تكنولوجيا لتصنيع اللقاحات المتطورة، وذلك من خلال شراكات عالمية، لتصبح المدينة المصرية للقاحات نقلة نوعية في تصنيع اللقاحات وبأحدث التقنيات الحديثة. بدأ يترجم والحالات ابتدت تقل، وبدأنا نسجل مثلا زيرو فيروس سي في مصر، وبدأنا نسجل زيرو في أمراض معدية زي شلل الأطفال لما كانت موجودة الحملات بتاعته من سنين بدأناها، وابتدينا نبقى خاليين من الأمراض المعدية تقريبا، وده وفر الحجز في المستشفيات والصرف على اللقاحات في المرحلة القادمة، وقلل من الإصابة، ووعى المواطنين بأساليب توعية جديدة. لم تتوقف الدولة المصرية ثابتة بعد تصنيع لقاحات كورونا والتي مكنتها من إدارة الأزمة بنجاح، ولكن وعلى قدم وساق يتواصل العمل في تنفيذ مشروع مدينة طبية بتقنيات عالمية لتصنيع لقاحات الأمراض المعدية على مشارف مدينة الإسماعيلية بمساحة 37 فدانا. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. دكتور، يعني انا شايف كده، يعني زي ما بتقول مثلا لما نيجي نتكلم على الاقتصاد في الدوله المصريه نجد مثلا ان الدوله المصريه بتوفر بنيه تحتيه بقى، طرق، كباري، انفاق، طاقه، على اعتبار ان الاقتصاد مبنى على الحاجات دي. لما نيجي نتكلم حتى على الصحه نلاقي الدولة المصرية زي ما تكون عملت بنية تحتية، بتبدأ ببنية تحتية في مجال الصحة، مدينة دواء، مدينة طبية، مستلزمات، ضمادات، بايوتكنولوجي. يعني هل أنا كلامي صح إن إحنا الدولة المصرية بدأت فعلا بالبنية التحتية، مستشفيات، تطوير مستشفيات، معهد ناصر، بنتكلم دلوقتي إن في خطة حكومية إن معهد ناصر يبقى مدينة أصلا كمان للعلاج، مدينة طبية. طب ناخد المسألة ديت، وإيه أهمية هذه البنية التحتية في ملف هام جدا هو ملف التأمين الصحي. تمام. وتجربة الست محافظات اللي هم يعني من القناة لاعتبارات خاصة بالسكان وطبيعة الجغرافية والطبيعة حتى السكانية في هذه المدن. تمام. شايف التجربة دي ازاي؟ هقول لحضرتك ان طبعا احنا عانينا من مشاكل صحية كتير جدا. اكيد. وكانت المستشفيات مهملة بشكل كبير جدا. وما كنت تدخل مستشفى ما تلاقيش حد فيه، ما بتلاقيش الاطباء في وقت العمل فيه، ما بتلاقيش ادويه، ما بتلاقيش مستلزمات. بدات نظره جديده من 2018 لملف الصحه في مصر. بس خلينا اقول برضو يا دكتور عشان يبقى يعني في شيء من الموضوعية، في بعض السلبيات اللي بيتكلم فيها الدكتور دي موجوده يعني للاسف يعني، ولكن خلينا اقول ان المواطن برضو واعي، لم في مواطن واعي بيطلب بحقه، وفي مواطن بقى بيتصرف بطريقه يعني مش عايز اتكلم فيها لكنها طريقه غير طبيعيه وغير ادميه، انه يكسر او انه هو يعمل او او او، وده شيء ما بيبقاش حتى بيبقى عليه بمشكله يعني. طبعا. فالدوله شافت ان التدخل بقى في قصه الرعايه الصحيه ومشيت في طريقين. خلي بال حضرتك ان المبادرات الرئاسيه ما جاتش بشكل عشوائي، مش حاجه بهازارد كده، لا مش كده، لا تدخل سريع لانقاذ المواطن المصري وتحسين صحه المصريين في امراض معينه ظاهره ولن تصبر لحين الحل الجذري. الخط الثاني اللي مشيت فيه الدوله حل التامين، القانون التأمين الصحي الشامل، ده كان الحل الجذري إن شاء الله اللي كلنا بنتمناه إنه يطبق بالشكل المرجو به، هيكون الحل الجذري لمشاكل الصحة في مصر والرعاية الصحية في مصر. تم إقرار قانون التأمين الصحي الشامل، قانون رقم 2 لعام 2018، وده زي ما حضرتك أشرت إن ده طبعا تنفيذا لبنود الدستور المصري، المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014، إن حق المواطن المصري في تلقي الرعاية الصحية الجيدة، وده تماشيا كمان مع اقرار الامم المتحده
في الأهداف التنمية المستدامة، الهدف الثالث حق المواطن في تلقي رعاية صحية جيدة. ففعلا بدأت الدولة في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، وقسمت المحافظات لما زي ما حضرتك اشرت في 6 مراحل هينتهي العمل او اقرار او الانتهاء من المشروع في عام 2034. بدا عام 2019 في هياخد 15 سنه تطبيق. بدا التطبيق المرحله الاولى اتحط ليه خطه 6 محافظات. بدا العمل التجريبي فيه في بورسعيد يعني 5 بدا والسته على الطريق، يعني هم المرحله محافظات مرحله 6 محافظات. تمام. بدا في بورسعيد وبعدين انتهى تقريبا العمل في بورسعيد. وطبعا لما بيبدا وينتهي العمل مش مجرد اشاره بدء وعمل، لا بيحصل اعاده هيكله للبنيه التحتيه، مباني المستشفيات الحكوميه. ده بقى ياخدنا برضو لجزئيه مساله تطوير المستشفيات وتزويدها باحدث الاجهزه الطبيه، بالاجهزه الطبيه بقى رنين مغناطيسي، لا كشف مش عارف ايه، الحاجات اللي هي يعني خاصه بالامراض، ربنا يشفي الجميع يا رب. تمام. طبعا البنيه التحتيه من مستشفيات واجهزه طبيه، وطبعا ما غفلش دور العامل البشري مقدمين الخدمه. يعني بتسمعني في الكلام يعني؟ لا لا انا بقول لك طبعا بالتاكيد. لما نتكلم في الخدمه الطبيه طبعاً. الوسائل موجوده ومهم ان يبقى في مستشفى نظيفه وان يبقى في معدات ويبقى في اجهزه، لكن العنصر البشري، العنصر طبعاً. البشري المدرب، وده كان عندنا فيه مشكله كبيره جدا يعني. طبعا العنصر البشري المدرب كمان، ووفر له كمان الشكل والمرتب كويس كمان. واجواء كويسه. وده بيتم في مشروع التامين الصحي الشامل زي ما قلت لحضرتك، بدا في بورسعيد وانتهى. وشغال العمل دلوقتي في 5 محافظات: السويس، اسماعيليه، جنوب سيناء، اسوان، والاقصر. الدوله كمان لما اتكلمت في 100 مليون صحه كان عينها كمان على المراه المصريه، لان المراه المصريه لها يعني لها مكانه ولها يعني اولويه في فكر السيد الرئيس، لان المراه المصريه تحملت الكثير بصراحه يعني، وكانت دائما في اول الصف في كل استحقاق دستوري خاص بانتخابات او خاص بشيء يخص الدوله، والمراه المصريه التي قدمت الشهيد كزوجه وكأم وكابنه وامور كثيره جدا يعني. وانا اتحدث عن صحة المرأة والأم والته المربوطة والكشف المبكر عن سرطان الثدي والجنين، أمور كثيرة جدا تخص المرأة حتى والطفل. طبعا زي ما حضرتك أشرت طبعا أن الدولة المصرية لم تغفل حق المرأة، والسيد الرئيس بيولي اهتمام خاص بالمرأة المصرية، ونالت نصيبها من المبادرات الرئاسية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. انطلق عام 2019. عايز اقول لحضرتك انه تم الكشف عن 12 مليون سيدة. طيب تم اكتشاف مبكر لكم حالة؟ حوالي 3000 حالة تم اكتشاف المبكر ليهم وتم علاجهم. كم حالة يا فندم؟ 3000 حالة بعد الكشف على 12 مليون سيدة. ده بيرتبط كمان بالصحة الانجابية للمرأة، لان دي بترتبط بتكوين الطفل المصري من مرحلة الجنين، لان الانسان زي ما بنقول ان الدوله بتهتم بالانتاج وحركه الانتاج والنظره المستقبليه، فلازم العنصر البشري متأكيد. والنهارده علشان ابقى عندي عنصر بشري قوي قادر على الانتاج، قادر على التفكير، صحته لازم صحته ومن مرحله الجنين. وده تم الكشف عن كتير جدا من امراض الاجنه ورعايه صحه الام الحامل، لان ده مرتبط زي ما قلت لحضرتك بصحه الجنين. خليني هنا دكتور اكلم يعني، حتى الايام اللي فاتت دي كان في حملات، شفت بعض الاخوه او الاخوات حتى اعضاء الجيش الطبي كان الاطفال، ويعني استغربت ان هم كانوا قاعدين قدام عماره وقاعدين يضربوا الجرس فتره طويله جدا، وقاعدين سالوا الناس اللي في الشارع وفينا اطفال ولا لا، وفضلوا مصممين ان هم ما يمشوش لغايه ما الناس ترد عليهم في قلب العماره نفسها يقولوا اذا كان في حد اطفال او ما فيش اطفال. فده شيء كان مهم، انت عارف زمان كانت الامور كده عادي يعني، بنستي في ورق لا يعني في الكلام واوراق وخلاص. مساله بقى توجه الدوله نحو مساله توعية المواطن بأهمية التطعيم، والمواطن نفسه المصري، هل بتعاملكم معايا يا دكتور بقى عنده وعي بالمسألة دي؟ اللي حضرتك شفته الآخر ده كان في حملة تطعيم من يوم 11 ليوم 14 شايل الأطفال، استهدفت الأطفال من عمر يوم لعمر 5 سنين في كل الوحدات
في كل الوحدات الطبية وحدات الرعاية الصحية في كانت بتوصل الفرق الطبية من البيت للبيت من شقة لشقة، كانت بتمر زي اللي حضرتك شفته بالظبط ده بيحصل بيطمنه لان استهدف 13 مليون طفل. وده طبعا ده دور الدولة، والدولة بتقوم بالدور ده فعلا بكفاءة من زمان. انا عايز اقول لحضرتك ان شلل الاطفال انتهى في مصر، كانت اخر حالة ظهرت سنة 2004 الحمد لله. وطبعا كان مرض طبعا بنتكلم وفي حد يعني في اعز من ابنك طبعًا. او لا طبعا شيء طبعًا. صعب وكلنا شايفين يعني لما حد بيصاب من الاطفال بهذا المرض بيبقى معاه طول العمر، يعني ربنا يشفي اولادنا واطفالنا واطفال كل الناس يا رب. في حتى الايام دي كمان في مبادرات خاصه بمساله القوافل الطبيه، وده شيء كويس يعني القوافل الطبيه، لان الشكل العام ما اعرفش انا ده حقيقه ولا لا، ولكن اكثر من 80% او 90% من القوافل الطبيه شايف المجتمع المدني هو اللي بيقوم بها، سواء كانت يعني مجتمع مدني من خلال الجمعيات اهليه او حتى مراكز شباب واللي هي خاصه يعني اللي موجوده تقريبا في كل المراكز. هنتكلم على مساله القوافل الطبيه بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. جهود كبيرة تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير أفضل رعاية كحق أصيل لكل مواطن، وقد حرصت الدولة على العمل في اتجاهين في الملف الصحي. الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لتكفل للمواطنين من مختلف الفئات. أما الثاني فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة. وفي هذا الإطار وجهت الدولة 270 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من عام 2018-2019 وعام 2020-2021 للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة. وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، منها إنشاء وتطوير 113 مستشفى حكومي. وفي مجال التأمين الصحي الشامل فقد تم تطوير 171 مستشفى ومركز طب أسرة، وتجهيز حوالي 200 منشأة طبية طبقا لمعايير الجودة، فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي لرفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تستهدف كل الفئات بدءا من الأطفال وحتى كبار السن، إلى جانب المبادرات المختلفة تحت مظلة 100 مليون صحة، والتي ساهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين لا سيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى مثل مبادرة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية، وبما يساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. ده كان اخر تقرير معانا، وكان فيه استعراض مهم جدا للمبادرات الرئاسيه اللي كانت في مجال الصحه، القوافل الطبيه، وهل القوافل الطبيه بتقوم بها الدوله بس ويعني ولا زي ما انا قلت المجتمع المدني بقى جمعيات اهليه او مراكز شباب. طبعا زي ما حضرتك قلت القوافل الطبيه بيقوم بها وزاره الصحه وبيقوم بيها بتوفر طبعا بتوفر له في برضه يعني منظمات المجتمع المدني اصلا بكلف جزء من جمعيات في جزئيه. يعني انا مثلا لو عندي جمعيه او مركز شباب بتروح تتوجه تقول لهم انا عايز اعمل بيبقوا يعني ما فيش مشكله يعني لا خالص لا طبعا بيوفروا لك بالعكس. لو بتكلم على العيون بيوفروا لك كل الدولة حاجه بتساعد طبعا جدا، لان حاجه يعني حاجه بتخص المواطن وحاجه بتعمل خدمه للمواطن في الحي بتاعه في القريه بتاعته في مكانه بتروح له الخدمه الطبيه في مكانه. تمام. فطبعا ده حاجه كويسه جدا وحاجه متميزه يعني. تمام. هنا برضو خلينا اتكلم على مساله هامه جدا، هي مساله الرصد المبكر على الـ بقى سواء كانت امراض متوطنه فيروسات الحاجات دي. هل احنا عندنا جهات خاصه بالمساله دي يا دكتور؟ طبعا
طبعا عندنا جهات رصد مبكر وده بيساعد كتير جدا على سرعه الشفاء وعلى عدم تطور الحالات. لان النهارده انا ده الاستشراف اسمه الاستشراف وده بيجي البحث العلمي بقى تقدم البحث العلمي كتير جدا. النهارده شوف حضرتك بعد كورونا وبعد اللقاحات كورونا شوف مدى التحسن في عدم تطور الحالات. شوف قد ايه النسب الحالات اللي بتروح المستشفيات قلت جدا. فده طبعا دور البحث العلمي وده حاجه مهمه جدا. شيء مهم جدا هو ما يمكن ان نطلق عليه العداله الاجتماعيه. ان انا كمواطن مصر على هذه الارض يتوفر لي رعاية صحية بشكل مناسب في الوقت اللي أنا محتاج فيه هذه الرعاية. ويمكن كان من المشكلات الكبيرة اللي كنا بنعاني منها كمصريين هي ما يطلق عليه تغوير الانتظار. يعني واحد عايز يعمل عملية يقول له تعالى بعد شهرين يعني مش مكمل هو شهر يعني وربنا طبعًا. يمكن يفتكره يعني. لكن في مسألة قوائم طبعًا. الانتظار دي كانت حاجة صعبة. دي كانت مبادرة طبعا بدأ تنفيذها من يوليو 2019. عايز اقول لحضرتك ان كانت قوام الانتظار كانت كارثيه. سامح حضرتك قلت لا ده بالالافات حد بيحتاج عمليه جراحيه عاجله يتقال له 3 شهور. فطبعا تدخل الدوله كان حاسم جدا والزم كل المستشفيات سواء حكوميه او جامعيه او خاصه بالقيام بهذه العمليات. تم تقريبا اجراء حوالي 1.5 مليون عمليه جراحيه في الفتره دي لاخر مؤشرات حتى 30 نوفمبر 2022. مهم جدا قبل ما اختم حلقتي ان احنا نوجه يعني رساله لاهالينا لان في امور بتحصل في المستشفيات خاصه المستشفيات اللي في المراكز او بعض القرى امور مش مطلوبه. يعني انت ممكن تاخد حقك بشكل طبيعي وبشكل قانوني خاصه طبعًا. ان الدكتور معلش بتبقى انت معاك حاله وطبعا بيبقى طبعًا. في يعني بتبقى خارج اطار معين بتبقى متنرفز بتبقى طبعًا. عندك مشكله معينه فبتنعكس على الناس اللي موجودين داخل المستشفى ده مش كويس. فرساله لاهالينا وكمان الناس اللي موجودين داخل المستشفيات ان هم يكون عندهم تقدير لمساله ان انا جايبه حاله طبعا طبعا لازم الناس الموجوده الاطقم الطبيه الاطباء وتمريض وصيادله الناس الموجوده في المستشفيات تقدر حاله الناس. لازم الاستقبال الجيد وده اعتقد ده موجود في في, في عند كل الناس بنسبه كبيره. ممكن يحصل بعض الاخطاء ما يبقاش رد الفعل عنيف ان انا اكسر واعمل. انا النهارده بكسر حاجه مين النهارده المستشفى ده اللي بيتكسر او بيتخرب او بيتعمل فيه ده بتاع مين؟ ده ملك الشعب بالتاكيد. فانت النهارده بتكسر حاجتك فلازم ضبط النفس وليك طبعا طرق قانونيه كتير جدا تاخد بيها حقك لو حد اهمل او قصر يعني. طبعا نعتذر يا دكتور ربنا يكرمك. كل شكر وتقدير لضيفي الدكتور سعد عامر عضو جمعيه المصريه لمكافحه العدوى المتخصص في الشؤون الصحيه. كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من برنامج ملفات. بشكرك شكرا جزيلا والشكر لفريق عمل ملفات لهذا اليوم وشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. ألقاكم دائما على خير. الى اللقاء.